صباح الخير، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. دابا راه 8 الصباح، انا كنفيق بكري، ما كنبقاش ناعسه حتى لواحد الوقت، غير كيتحرك عادي الكينوض باش يفطر يمشي للخدمه، حتى انا كنفيق كنتحرك كنجمع الروينه ديالي. دابا مازال ما جمعت والو، قلت غندير واحد لاغوتي الوجه وغنشارك معكم. علاش؟ حيت البارح درت غلطه كبيره بزاف، انني نعست بليكرون سولاي اللي كانت في وجهي بداك الماسكارا وبداك الكحل هكايه من برا، مو جايبه لكم موسخ، ما غسلتش وجهي بالليل، ما ديماكيتوش، ما والو. غنستعمل هذا القماش، هذا هو الاول، حيت دابا راه صافي 2 سمان واقيلا ما درتش قماش. نورمالمون خصني نديرو حتى 2 فوا بار سمان، ما درتوش، بقيت مدهيه مع بزاف الحاجات. غادي ندير هاد القماش، هذا اختاريت اليوم هذا ديال البلو بيري وستروبيري كنظن، بلو بيري ستروبيري وبلو بيري. صافي، ومن بعد غادي نستعمل ماسك، غنستعمل سيروم. نشارك معكم لا روتين ديالي في هاد الوقيته ديال البرد. وبدلت بالنسبه للصابون ديالي باش كنغسل وجهي، غندير دابا هاد الصابونه ديال الكولاجين من الباك ديال الكولاجين. حيتاش الصابون الاخر وقت البرد انا كيكون، شوفوني واحد الحبوبه حيت ما غسلتش الماكياج البارح، وقت البرد كتكون عندي البشره سونسيبل وكتولي بحال كتقشر، كتولي ناشفه بحال كتقشر، واخا انا البشره ديالي دهنيه ماشي ناشفه. نقولوا بسم الله، نديروا القماش هو الاول. ما عنديش اختكم، ما عنديش المرايه في الدوش، شوفوا مثل ما عندي والو، راه مازال ما صلحت والو. اختي عقبلوا عليا، ما عنديش المرايه، ما عنديش حتى فين نحط التليفون، نمشي وقيلا نجيب الرينج لايت. ايوا المهم، نبداو بالقماج هو الاول بحال اللي قلت لكم، غنقوميو شي حيت شحال هادي مقوميتش. انا راه وجهي نقي البنات، راه مفياش انا شي حاجة، اللي غير هكايا ملي كنخلي المكياج مثلا ما كنغسلوش، مرات شحال كندير هاد الغلطة هادي، كتنوض ليا شي حبوبة ولا الا كليت هكايا زبدة ولا شي حاجة بحال هكايا زعما شكلاط بزاف. انا السقاطه هي اللي كتخرج عليا، حيت كناكل السقاطه بزاف. تبارك الله، ها لا لا لا، الوسيخه ديال لا، حيت شحال درت لي قماش صراحه ولا شي، قررت نسبق القماش باش لي ماسك الاخرين نستفد منهم البشره. ايوا المهم، انا لا نكوميو نكوميو. البارح مسكينه سناء خدينا بوحدها، طاح عليها الطيب، تاجينا كتهضر معايا تقول لي مشيتو جمعت الدار غسلت الميعنات جففت وبقيت بوحدي، جالس انا معتمد. حيت راه سناء راه بعيدة عليا بساعة ديال الطريق، راه ماشي كتر من ساعة، كتر من ساعة ديال الطريق، ساعة وزيادة. اما كون كانت قريبه ليا كون حنا كنتلاقاو زعما ديما قريبه لساعتين تقريبا باش بعيد عليا. ما فهمتش دابا هاد الصبغه راه كلها لون واحد، علاش هذا وهذا وهذا تيبانو في لون وهذا في لون، فهمت؟ المهم انتم كتشوفوا لا بوموات، شوفوا شحال خرجت، شوفوا شوفوا الروينه. المهم نغسل كمارتنا دابا نغسل في هذا الوقت من العام مع البرد. انا كنرجع على الصابون هادي، الكولاجين الله على ريحه كتبرد القلب. ودابا نغسل اختي، فريك 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 فريك، انا جبت معايا هاد لاماشين هادي اللي دايره على الشكل ديال فوريو، هادي راه ديما كنشاركها معكم. عرفتو شحال هادي ويا عندي غزاله والله، ما كتخسر ما والو، كنت خديتها وقيلا واش 100 درهم ولا 130 درهم ولا المهم شي حاجه بحال هكا، غير من اسواق السلام ولا من كارفور، ماشي بالضروره تقلبوا على الحاجه الغاليه، اهم شي الحاجه اللي
تكون مناسبة ليكم وصافي. كنت معاصي الصراحة. جبهة هانتوما شوفو، من بعد ما غسلت وجهي يا سلام. نقول لكم راك تقدر تهلاي في راسك بابسط الحاجات ويكونوا رخاص الثمن مناسبين ليك للبشره ديالك. هذا الماسك هذا ديال التبييض والترطيب، وفيه كيعطي داك الانتعاش غزال الصراحه، كيخفف المسامات وكيصلح دوك الحروق ديال الشمس. هادشي كله راه مكتوب اليوم، وكيخلي البشره ديالك تكون مشرقه ورطبه. كيعطي هذيك عرفتي ديك الاشراقه الشبابيه غزال الصراحه. انا دابا نظفت غندير هذا ونخليه حتى ل 15 دقيقه ديال الكولاجين. راه من الباك ديال الكولاجين. بسم الله بسم الله. ايتي ايتي ما شاء الله. بسم الله. ايوه لا 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 عرفتو حيت شحال هادي ما تهلاتش البشرة بشكل صحيح. عاجبني الحال هنا. بارد بارد للغاية، انه بارد للغاية. جيت نهز غير الكهرب. إنه بارد للغاية وتبعد انقلقت. طبيب خدينا منو لوردر غير باش نتحركو نهار واحد نمشي عندنا. ايوا انا استحليتها تا يشدني تاني الالم ونبدا نغوت. المهم جيت انا تكيت واحد 15 دقيقة ونعاود نوض، غير يعطيو لي في ديالهم نحيدهم ونعاود نوض باش نكمل لاغوتين ديالي. تفكروني في سناء. يلا نيت كنا كنهضرو، انا وسناء كنهضرو الصباح كنهضرو العشية كنهضرو بالليل كنهضرو بالنهار. المهم صافي تصبحو على خير. واحد 15 دقيقة وبعد 15 دقيقة اغلق 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 نحيدهم. انا كنديرها في هاد العينه ديال القطره. سيدي راه شوف شنو نحطها انا. حيت واحد تماما نحيدهم بحال هكا. شتو كيوليو كلهم ساكن حالتهم حاله. انا دابا غادي نستعمل سيروم نفس لاكام. انا يا اما كتلقاوني كنستعمل لاكام ديال
الفيتامين سي يا اما هذه الكولاجين. احسن حاجه تقدروا ديروها بالنسبه للبشره ديالكم، اونتي غيد بزاف ديال الحوايج، اونتي تاش، يا اما لاقام الفيتامين سي يا اما هاد لاقام هادي. ورخيصة لغلا على مسكين، راه لاقام كاملة عندنا حنا في رشا بارفيم غي، لاقام كاملة 199 درهم، وتوصل فابور فين ما كنتو في المغرب. نحاول ندير بشي مساج، خليها عادي المساج غميق، زعما عميق كيقولي غميق. شوفوا لابو كيفاش كتولي، تبارك الله. تحيه اللي كيقولوا لي مزيان كان المكياج. انت اختي بلا مكياج بلا تا حاجه، تهلاها في البشره ديالك بابسط الحاجات وانت بخير. من بعد ما درت الشعر غندير هاد لاكريم، حتى هي من نفس لاكام، حتى هي ديال الكولاجين. خلات السنة لا لي ضايع، كناخد غير من الخلاق. صافي غنغطي بها وجهي مزيان، نحاول نغطي بها وجهي. راه دغيا كتشربها البشرة، لا هي لا سيروم بصراحة. تخيلو كنحس بالبشرة بحال ديال لي بيبي. كنحس بوجهي يضغط ورطيب ورقيقي. عرفتو البارح مشيت عند سناء كنت دايرة في دماغي إلا مشيت عند زعما تصايب ليا حجباني، إوا صدقنا في الشام ضربات الناس لي تخابقنا البروغرام كله. صافي كريم من نفس الباك ديال الكولاجين، هو اللي كنت قلت لكم راه كندير معاه الكركدي ولا العكر الفاسي، هو سهل. غنصايب عاوتاني واحد اخر نديرو بها اختي السر، نديرو بها واحد شويه ديال السر بحال هكا. راه واخا غير بحاجه هكا بسيطه كيف ما قلت لكم، كنرفع المعنويات ديالي ونتهلا في راسي اختي في الدار. دابا بقات ليا حاجه وحده، انا ايدغاتي فمي. عرفتو هاد الفازلينا ديال صغيور بحال هكا ديال الفم، ترطيب راه شي حاجه مهمه بالنسبه للبشره. غنسالي دابا ندير السيروم ديال فيسوان شعري نمشطو وهنا ساليت نفس لاكخيم، غندير منها هاكا الفمي باش يبقى لوين غزال وطبيعي حيت انا غي في الدار. اصلا تقريبا هادو هما مكياجي تا في الخروج. هاك يا اختي حاجة وحدة، الكحل اختي ديال الوالدين، الكحل ديال الوالدين شحال زوين. ناري طاحت ليا هادي داك النهار، هما راه موجودين في السوق ولكن انا هادي عزه ليا، كنت شراتها ليا ماما فاش تزادت عندي سيليا، شراتها ليا وتهرست ليا. ايوا دابا نديرو كحيلة اخويا شويه قابين لينا صفرين. تخيلوا بلا مرايا بحال صايبتو لي ماما مسكينة، باقي كنكردد منو باقي تنحلف فيه.
انا علاش كيعجبني هاد الكحل البلدي دابا مع واحد الوقت مع الوقت واحد شويه واحد ساعه ولا ساعتين تيبان عينيا بحال هما اصلا هكاك وكيبات كيولي منو غير شويه تيبان مكيبقاش يبان بزاف. صافي هذا هو اللوك فينال كما قلت لكم. عندها شعري فيسوان شعري البارحه راه جيت ما مشطم والو صافي وانا مشطو هانتوما تشوفو نهار ليا فراسي وخايف طال وسكبيرة ليكم. هدا مكان بالنسبة لفيديو ديال اليوم. شاركت معاكم الروتين ديالي من بعد سهرة ولا من بعد تعب ديال الصحير ولا من بعد واحد التعب البدني ولا من بعد واحد المهم واحد المجهود اللي درت هاد الايامات اللي فاتت. قلت راه خصني نتهلا فراسي شوية في لابو ديالي. بيان سور ما ننساش لي ديتات ورجيلات غادي ندهنهم وندهن رجيلاتي وندير لهم تقشرات ضروري ضروري. هادشي ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم فريمون دازت عليا فهاد السيمانه هادي يعني خصني عاوتاني نشط راسي ونعطي راسي واحد واحد لينيرجي بوزيتيف واخا بحاجه بسيطه غير بوحديتي هكا في الدار. ايوي لالا انا حاليا منو عليا شقا منو عليا كلشي غادي نمشي نجلس باش نرتاح. هاد شويه اللي وقفت كافي انني خصني نمشي نرتاح. كيعجبني نشارك معكم هكا حاجات بساط اللي كنديرهم في حياتي اليوميه ماشي بالضروره خصها تكون شي حاجه وصافي. هادشي اللي كاين حنا البارح كيف ما شفتو مشينا عند سناء ضحكنا نشطنا عينا الصراحه وديجا كنا سهرانين قبل ما نسناش على حساب سيليا. داكشي علاش قلت نشارك معكم لا روتين ديالي باش نتهلا في راسي من بعد داك التعب كله. هانتوما شوفوا الحمد لله وصبر عليكم. ما تنساونيش ملي لايك ديالكم ما تنساونيش ملي كومونتير. نهاركم مبارك حبايبي.